نقول بشكر أبانا الذي في السماوات ويسمعنا ويعيننا
ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا البابا البطريرك الأنباء تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الطوباوي أسقفنا المكرم الأنباء لوكاس، ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحمنا. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر نحن نكمل هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزع عنا وعن سائر شعبك وعن هذا الدير المقدس الذي لك وعن موضعك المقدس هذا نزل صليب مجانا في ساني من انجيل سوق تكتم بيرشي شنان هومي جنوب نمنيش لمن تقوم ترسل تبي قاجي I'm sorry.
يا رب رحمتك دائما ابدا، اعمال يديك يا رب ترفع، ونفسك كريمة
من جاء من دين إلى جيل، أنا أطلبت قلبك قلت ارحمني وخلص نفسي، فأنا أخطأت إليك يا رب اتجهت إليك، خلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك أمر الحياة، نورك يا رب النعيم نور، تأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك لمستقيم القلوب، لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ الآن وإلى الأبد آمين، جيد والاعتراف للرب والتقدير اسمك يا علي، أن خبر رحمتك في الغدوة محقق في كل ليلة، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي شرب عنا ارحمنا، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الموات صعد السماء ارحمنا، مجد لله ولابن روح القدس والآن وكلامان لها لدون امين، يا سلوس قدوس ارحمنا، يا سلوس قدوس ارحمنا، يا سلوس قدوس ارحمنا، يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامينا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتح مرضى شعبك، اشفيهم لا يجلس منك الخدود، ابانا واخواتنا الذين رخدوا بنا فروسهم، يا من هو على خطايا يا رب ارحمنا، يا من لازم من خطايا يا رب اعنا، واخبر تنطلق اليك، لان الجماعه في دعاء تقديس المثلث، يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. يتقدس اسمك لياتي ملكوتك وتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نعنا ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا الان لك الملك والقوه والمجد سوز بين شويسا من الليلويا شيرينيت انتي ورس سوا بسمنو تي ورسين سنسين بي انتي مصنو تزما بمير السوز هاني اول دير بروسف شي هاري شين انبردي تندف كاري نوفي هاني بول شير سيد اسمي سينان بيو هن انطاب مي بفرسوز بين نوتي تي برثلين وسي سوا هاني اول ام شويس ديري اقول بفيرو من انسي شيف كاري نوفي هاني بول في برسين وصماني انتي ثوتكو انسي سوا بتي برستات اسئت نوت انت مجنو سنتيتي متل امي ابرزا بنا ريقون نوحر بسرستوت بوس ابتفاري مطعن بكو ابول انتين النوبي Well,
بالم شوي سطابة ودفي من قائمة برخ بكتبون بكتايو أبشن قسم الليل ويا شرغان الموضيق وشك يسفى من الليل ويا بيوم بالنودي بيوم بزبابي نيرية كن شطراتي يا عنجيلي كن يمني طوما نهراني تفكان النوبي ناني بول إيريو برسوس أفسد كنف أفسد طولت إيتي بترس نمي أدريات يو أنس دمي أكوبول كل كل قس إمتي أود برسل لو ما أصدن توماس يا كوبوس الألفي أود يمسمو كلاني أود سدة أود إمتي أز بابلوس نمر قس نملو كس نفسب إن داني ما سيتسني طب موشي نساب نسوتير مدريات في طب شوبين تشيغي أود
كنوس من كسر توما تشو انت مكاريو سنيود باشو اسم رشتي افنطوني طيب شو نطا شبويد اللي من انت بيغوغا يفصل من فنخن وغير قطه هنه ورخين هنه اريد من قنوف لنفسي شي مغريتي ان بارادي سوس مارن تقرو خم بين عبيد صوت خن هومس بي انت بين اشتغال قنيوس نوش بولن قويم موش اي دي مارجن او اي شي اي قل هو دينا تي جي سينا اوني شربن يطابا قنيوس بي خمس البيد قمون اخون شربن يطابا مبلي بي من ريد انت بقرن صوت بي من شوي زيري قلن شوي سنيود امينو شيرابا قنيوس ابا مبلي كان النوبين عليهم كل الأبرار الذين كملت عفا ضائلهم متضايق متألم والعالم لا يسعقه تائهم في البراري والمغاي وشقوق الأرض هو الذي شهدهم إنهم قبل إيمانهم فلنسرع في طريق فصبراهم فلنسرع في طريق قيادهم ننظر إلى الرئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع وضوا من الرب عنا يا مصط لبس الصليب الذين كملوا في البراري يحفر لنا خطايانا من شي تخاريس موسيسي من دوم من شي سيدك من شي مبطان بنيوت بترد شرب خني عروس دولود رستو طال خيدي يعوي رمتك عافي عافتن هد اني شد اسم تورو اني فقوي سرق شو بن رفل امي صف شو انتي اكليسي انترين كامون انبك لاوس من وطوم امو مسمي اضغريتي طاقو سنجي بفلوس بابستولوجي كدارين منشي صادق بيريتي هو بمبكرستوس وصفتن سنشيسي امور نمتي امنو دونس دافين جنسون بمو امشايني قلعي تاكسيس ملشي سيدي هو امشوي سيري شوان بطرية شد بحافة والبار شرف سفكان انو بناني بول ديب امشوي سيري اقوم بيو دسوا بنزيكي وصابا لوكاس بيبس قوب سفكان انو بناني بول شو بيهن سوري سمسي قل خيني مال شو استركين خيطو تنشي سنفترين زوت وقوص طيب بارسن سنسي ونبي نادي ام بيطاري مال بنتو ديرين اغا صندوق عني رخيسي والهارون تفسم دران انت بيريني سلام لكي يطول عزر الملك الحق الحقاني السلام سلام لفخر جنسنا ولم تيرنا عمانو إيه نسألك أسكونا يا تشفيع الموت من عرم ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا نعظمك يوم نور الحقيقي يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مستوى الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا أهل البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تنس صلب عنا العهد القاص البوذي تألم وخبر وقام بين الموات اليوم السادس كما في الكتب صعد الى السماوات جلس عن اليمين الغيب وايضا ياتي بالمجدين من حياه والاموات الذي جلس المقتضى نعم لهم الروح القدس الرب المقدس الاب نهز الدم المجدهم مع الاب والابن الناطق الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه نعترف بمعمودية واحده مغفره الخطايا من نصف خيام الاموات وحياه الدار العالمين Yeah.
شنيت خارون صوتي Boy, see and say, heaven say.
من أجل خلصنا متجسدا وتجسدا من الروح القدس ومن مريم عروس الطائرة طالب حزننا وكل ضيقتنا إلى فرح قلبي وتال كل بل نسجد له ونرتل السلام لك يا مريم خلاص ابن آدم السلام لك يا مريم أم الملكة السلام لك يا مريم تالي الحواء السلام لك يا مريم فرح الأجيال سلام لك يا مريم نعمات إبراهيم سلام لك يا مريم من أجل غير المضمحين سلام لك يا مريم لأصحاب القديس سلام لك يا مريم أم القدوس سلام لك يا مريم تالي ليعقوب سلام لك يا مريم ربا مضاعفا سلام لك يا مريم فخر يهوذا سلام لك يا مريم أم السيد أمين بغور تجير بغير نال تكبير سمن نال تكبير نال فول غور فول بغاز تدي إكليسية أريسوك انت بفيروس نمتل في اسوام بس مويرا ترين انت طابو ان مرنين انت طالت شوني شون انت نلسيشن انت صوما تنوش تموكو بخريستوس تيو
نهديكم كل سلام يا أعين لم تنم لتقصير الهنا من الدور الأكل البعد تم تجيها ولبسكم عمان وين أكل العدمة الفساد الروح المعزي أعظم أعظم سلطان تصنع العجائب تنطق بكل لسان انطلقتم بكل حمد بشرتم بالخلاص باسم يسوع فادينا اللي رفع القصاص لفيتم في البلاد وعملتم المعجزات ونطقتم بآية عن ملكوت السماوات حاربتم الوثنية والبدع الشيطانية ونشرتم المسيحية والروح الإلهية أنتم قدامينهم تجهلوا للقدس ورفعتوا كنز العالم محبة في ربي يسوع احتملتم الطيعة وتحسيب العشرة لتنالوا ما عدوا يا صانع للأبرار محبتكم هتفضل مثل كل الميزان علشان نقتدي بها في الطاعة والإيمان وإزاي كان انتصاركم بقوة فاديكم صلوا نتمثل بإيمانكم ناظرين لسيرتكم يا أولاد الكنيسة يا أولاد القديسين احفظوا سير آبائنا الرسل الأطهر وكونوا زي الشيمع وجنود في جيش يسوع ودعوا كل الجمع ذوقوا ما أطيب يسوع الشيمع وجنود في جيش يسوع معظم ماضي أبي يسوع نصرق بركاته وقوة شفعته كل ما يصنع في السماء ومعه محبتهم تسير اسمك في Yeah.
قطعت تقسيس من شي سيدك بشو يصلينا من مقبل يورس وان بطري عرشيز بابا بتوضرز بعرشي إيرك نم بنيوتني بسكوبوس آبا نوكس بشو يسبي عرف بيتنون خلي لو خلال شو ستيني قوم كير يفلو يسرق توكات لو كان اجي وفنجلو توانا غرسما خفوا بمخافة امام الله وانصتوا اسمع الإنجيل المقدس من فم أبينا المكرم البار المثلث الطوبى حبيب المسيح أبينا الطاهر الأنباء لوكاس أسقف المدن المحبة للمسيح أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد العظيم مارمين العامر بجبل أبنوب إله السماء يثبته على كرسيه سنين عدة وأزمنة سلامية هادئة مديدة ويغنع أعداء البيعة تحت قدميه سريعا جدا ويعطيه الرب زمانا هادئا بهيجا ويعطينا نعمة ورحمة بصلواته وطلبا المقدس فصل من بشارة معلمنا مرلوق البشير التلميذ الطاهر بركاته بن صدير وبن عورو ترين سوس بخرس سوس بشيري وغنو تيتوخ بيو نفشا يعيني خاش النايزي تيرو اغين انو قاجي اهري جنس نيو او سنيت ان شاء الله وكنسان إيس نوتي افتي اموتين إيرين إيريو نيمان شوتيكو أفين يموتين إنورو نيمان غيمون إزيبران إفشو بشانت تريتر وامي نقصاصين كريان من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته الرب
قد خلص مسيحه، يستجيب له من سماء قدسه يا رب خلص ملكك، واستجب لنا في اليوم الذي فيه ندعوك. هللويا. فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ، لأنه جعل الأبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون فيفرحون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صدى. الرب عن يمينك يا أبانا البابا البطريرك الأنبا تودروس الثاني، وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الطباوي أسقفنا المكرم الأنبا لوكاس. الرب يحفظ لنا حياتكما كلنا. ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ودعا الاثنى عشر رسولاً وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء الأمراض، وأرسلهم ليجرسوا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم: لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودان ولا خبزا ولا فضتان، ولا يكون للواحد ثوبان، وأي بيت دخلتموه فهناك أقيموا ومن هناك أخرجوا، وكل ما لا يقبلكم فأخرجوا من تلك المدينة، وانفضوا غبار أرجلكم شهادة عليهم. فلما خرجوا كانوا يطوفون كل قرية يبشرون ويشفون في كل موضع. إله واحد أمين. أنا مش عايز أنا هقول لكم كلمة تانية، بس اعتدنا أنه في كل عام يكون بداية احتفالنا باحتفالات الشهيد مريمينا باحتفالنا بعيد الآباء الرسل. والحقيقة آباء الرسل كتاب يقول لنا عبارة جميلة عنهم، يقول لنا: إنسان ناس تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. لا شك أن أبائنا الرسل تعبوا في أسفار، في أسهار، في اضطهادات،
في ضيقات، في ألام، في عذابات، من أجل أن تصل إلينا رسالة الخلاص. فكل حاجة إحنا بنتمتع بيها حاليا جاءت محمولة على دماء أبائنا الشهداء. يعني مثلا إحنا كرسي ماري ماركوس، جاء ماري ماركوس الرسول وعندما وصل إلى مدينة الإسكندرية تقطع حذاؤه وذهب إلى إنيانوس وليصلح الحذاء، والمخراز اللي بيخيط بيجي في إيده وقال أيها الإله الواحد، وكان حوارا مع القديس ماري مرقس. دخل القديس ماري مرقس من هذا الحوار إلى قلب وعقل القديس إنيانوس، الذي صار فيما بعد أول بطريرك بعد ماري مرقس. ماري مرقس في الإسكندرية أسس كنائس تعبة جدا، وفي كل مرة نحن نصلي في كنيسة أو دير أو أي مكان نتذكر الكروز العظيم ماري مرقس الإنجيلي الذي تعب وشهد للمسيح وحمل لنا بشارة الخلاص لنا جميعا وإلى بلادنا. ماري مرقس خدم وأسس كنائس وأسس مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، وفي النهاية في ليلة العيد أخذوه من الكنيسة وأعذبوه، وكانوا يريدون أن يحرقوا جسده المقدس لولا أن الأمطار منعتهم من هذا. إحنا زفينا من شوية أيقونة القديس بطرس وبولس، وأديه وده عيد استشهادهم أيضا، أديها زين الرسولان تعب جدا في أصفار، وكتب لنا القديس بولس الرسول 14 رسالة، وأيضا رسالة القديس بطرس، وقدم لنا تعاليم مع بشارة الخلاص. تعب القديس بطرس وتعب القديس بطرس وتعب كل رسل الأطهار من أجل أن تصل إلينا رسالة الخلاص. نصلي أن يعطينا الرب بركة هؤلاء الآباء القديسين، ويعطينا أن نتعلم منهم كيف نخدم وكيف نحتمل وكيف نتعب وكيف نشهد للمسيح في كل مكان وفي كل مدينة نوجد فيها. ربنا يعطينا بركة أبائنا الرسل الأطهار وبركة جهادهم وتعبهم وشهادتهم، وكلنا عارفين إن الرسل جميعا استشهدوا عدا القديس يوحنا الإنجيلي الذي ظل في رعاية أمنا العذراء إلى وقت طويل. ربنا يعطينا بركة أبائنا الرسل وبركة جهادهم، وربنا يبارك حياتنا جميعا ويعطينا حياة مباركة ببركة أبائنا الرسل الأطهار، بركة الكاروز العظيم ماري مرقس الإنجيلي، بركة الشهيد العظيم ماري مينا العجيبي وكل الشهداء وقديس الدير، بركة صلوات قداسة البابا تودروس الثاني، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. وده الصبح ساعة كام؟ الحمل 7، الحمل 7. كل سنة وانتم طيبين. قبله لا كان
الآن سبعة والقداس بعد كل سنة وطيب. نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. من أجل سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. هذه الكائنة من القصر مسكونة إلى قصيها. كان البابا الأنباء تدروس الثاني وشاركه في الخدمة الرسولية باسم كل الأنباء لوكاس. صلوا من أجل رسالتنا البابا المعظم الأنباء تدروس الثاني بابا وترائد رئيس ساقفة المدينة العظمى اسكندرية وشاركه في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنباء لوكاس وسائر ساقفتنا الأرثوذكسيين. كسر وزن الناس الأمية واسكر رب الخاص المدن المقدع لك وكل المواد وكرة ديارات أباء نرزق سيد. صلوا من أجل فرص العالم وديرنا هذا وسر مدن وكريم والجزائر والديورة. والقرى وكل زينتها نجنا الوباء والغلا والزلازل والغرق والحريق سبي البربر وسيف الغريب ومن قيام الحرطيق. امين يا رب ارحم. تفضل يا رب مياه النار في هذه السنه باركها. صوت مياه النار في السنة كي يبارك المسيح لنا شهداك المقدار ويفرح وجه الأرض ويعمل نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. صدق مقدار كلامك فرح وشرط وحصاتك أسماها أعدت هذا والحصاد بحثنا كما يليك باك لي سنة صلاحك من أجل بكرة شعبك والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيهم طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا رب نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب اجتماعتنا باركها. صلوا من اجل دين المقدس هذا اجتماعاتنا اعطي ان تكون لنا بغير مانع ولا عائق نصنع حسب مشيئتك المقدسه الطوبويه بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة. انعم لنا يا رب بأهوالك الآتي بعدنا إلى التمام. قم أيها الرب الإله وليتبدد جميع أعداءك وليهرب من أمام وجهك كل مبغض اسمك القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة إلوف إلوف
ربوات ربوات يصنعون إرادتك المقدسة بن عرفة. قدس اسمك يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غد أعطنا اليوم، واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا. مرسوس يسوس بيرشو تسكي فاناسي مونت كريو كليناتي نوبيون سون كريي روز خمين سومي تابي وامي إيريني فاسي يغماتي سون. أيها السيد رب يسوع المسيح الأب الوحيد وكلمة الله الأب الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين قال له اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياكم رب سكتموها عليه وبسكت انت انعمت الان يا ابتك لك من كل زمان رزق الاطهار. اذكر حلو كل قربة نطلب برسولك المبشر عبيدك إخوتي وأبنائي وضعفي المنحنين برس مجدك المقدس سقط رحمتك قطعنا كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا ليك في شيء بعلم غير علم جزع القلب بالقول بالفعل بصغر القلب. أنت أيها السيد رب العالم بضعف البشر كسمهم البشر اللهم انعمنا بغفران خطايانا طهرنا بارك محالنا وحالنا. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطنا سلام قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لك الملك والقوة والمجد الآن والأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي غدا اعطنا اليوم واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة. والآن محبة الله الآب نعمة يد الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة الروح القدس فلتكن مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم. شكر خاص بنقدمه لقناة مريم مرقص ميساد وكل العاملين فيها وكل الإخوة الموجودين معنا وباسمكم جميعا نرفع شكر نيافة أمبرمية على محبته ومجهوده وأيضا على إعطاء دفعة كبيرة لقناة ماري مرقص. ربنا يبارك حياتكم جميعا ويبارك خدمة كل العاملين في قناة ماري مرقص اللي بيأدوا رسالة في الخدمة والكرازة وفي كل عمل. هم كانوا موجودين معنا في العشية وإن شاء الله يكونوا معنا في الآن وفي القداس صباحا. احنا
في دير مريمينا وباسم كل الآباء الرهبان بنرحب بيهم، بنرحب بيه قناة مريم مرقص، وبنشكرهم جميعا وبنرفع الشكر ونكرر شكرنا لنيافة أبا أرمين. شكرا.